بتلعب ايه؟ بلعب كوره. بيلعب كوره يعني في بتعمل دوره رمضانيه كده؟ حد من اصحابي بيلعب كوره؟ ايوه. بتلعبوا كوره في رمضان؟ وانت يا منتخ بتلعب كوره في رمضان؟ بنتك بتلعب كوره ولا لا يا بنتك؟ لا اصل انا مش فاضي الحاجات دي. مش فاضي انت 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 معزول سحور وفطار صح كده؟ طيب بتلعب كوره ازاي بقى؟ انت بتقف بقى خط هجوم كده ولا خط وسط ولا دفاع؟ انا بقف في الجون. تقف جون؟ اه. ايه ده؟ عصام الحضري؟ ما انت فاكر ايه؟ تعالى هنا.